المرأة اللي بتترك جوزها وبتجيب له العار ما بيمحي عارها إلا الموت. صبحية استشارت فيي من ناجي وأنا وعدتها أحميها. أنت طلعي منها فاطو؟ عم يحميها ويظلمني. لك هي قتلت ابني، هي حرمتني الضنا طول العمر. هي بس لو طولت بالها كم شهر كان جابت الولد ورح طلقها. بعدين شلون بيعطيها الذهبات؟ أصلاً جوازتك من صبحية ما كان لازم تصير، بس لا تاكل هم، أنا محلها. وعدتني إذا سرقته وجبت لك إياه تعطيني هالقد ما بيسوى مرتين. وأنا عند وعدي. إيه لا لا، مد إيدك على عباك، خلي غزو يحبك أول شيء. يا على عيني. شرف. يعني أنت متأكد إنه أخته؟ لك إيه متأكد، سمعتها كذا مرة عم تقول له يا أخي يا أخي يا أخي. ليكي أوقات تفكري إنه عم طمنك إنه ما عم يخونك، لا. هو جايبها يخبيها من جدها وأبوها وأخواتها. شو قصدك؟ لا تعملي لي حالك درويشة فهمانة كل شيء. أصلاً سمعت حديثكم أنت وياه قبل ما تقتلي الخفاش. بعلامة إنه قوص على الحارس وشاف المختار وهو مقتول. هلا صارت رقبته بإيدي. بصير صوص الغرام تبعك بين ايدينا عن حقه حقي وفينا ننزل له. ابو عزو الله يوفقك، والله مروان ما خصه بشيء. ما خصه؟ ما. طيب خلينا نفترض انه شافنا ونحن عم ندفن الخفاش. او لحظه، لا مو هيك، خلينا نفترض انه سمع وشاف الشيء اللي صار مع فياض. ساعتها انت برايك شو رح يعمل؟ رح يحبك؟ لا انا بشوف بيرفسك برجله قفص. فكري بنية، فكري كيف بدك تجيبيه لجنبك وتسليه وتخليه تحت تصرفنا ويصير مثل التوتو. والله متت من جوعي، مشان الله عجلي شوي في الطبخة، عجلي بدك عجلي. ومقدمها ومؤخرها راح يكون ارخص مقدم ومؤخر اخذته بنت بهالبلد. شو ناوي تذل البنت وتذلنا معها؟ انا هذا اللي عندي، انا بدي اجيب البنت استر عليها بس، ولحتى تخدم ابني، وما لها اي حقوق عندي هون بالبيت الا اللقمه، واي تقصير منها بحط رجلي بظهرها وبفتها برات البيت. لا هيك كثير ها، وانتي؟ خلاص انور اسكت بقى، موافقين على شروطك. اليوم الظهر بيطلع عربي من البيمارستان والمساء بنكتب الكتاب. لحظه انت الثانيه، بدي اخذ موافقة ابني، بلكي ما قبل. يو ما انت بتعرف جوابه، الا اذا كان عم بتضيع وقت لتنذبح البنت. لا تكملي، لا ترميني بدمل البنت. اسمع عمي انوار، المسا بتجيب الشيخ وبتكتب الكتاب عندك بالبيت، وانا بروح اعوض ابني. لا ما حضرت حضرتك، كتب الكتاب بده يصير هون بنص بيتك قدام كبارية اهل الحاره، وبعد ما نخلص كتب الكتاب انت وابنك تيجوا بتاخذوا البنت من عندي، واذا مو فاضيه حضرته تيجي بتاخذ العربايه وبتطلع قدام اهل الحاره كلهم. ايوه انت عم ترضي ابوك على كتافي؟ لا انا عم طلع البنت من المصيبه اللي سببها ابنك. البنت ومربايه منيح ما وصلت لهون. لك حاجه بقى ابو عربي، شو ما رح نخلص من هالسيره؟ ماشي، انت بتتكفل بكل شيء، والمسا موعدنا هون. بدك شي اختي؟ استنى اخي، أنا قايمة أجيب لك مصاري، بعرف ظروفك صعبة ورح يلزمك كثير. دينا رح رجع لك ياهم. أنت أمور قلبي، لك أنت فضلك سابق. بس أخي شلون بدك تخبر كبارية الحارة بدون ما يتراقبوك؟ والله ما بعرف، بس ضروري لازم يجوا، وإلا ما عملنا شيء. وانا بصراحه خايف على البنت من ابوكي. والله معاك حق، الله يمرقها اليوم على خير. يلا رح اقوم اجيب لك مصاري. ماشي. وقفي وقفي، ارجعي ارجعي. شو جبردوا هلا؟ بركي جدك بعتهم لحتى يعرفوا وين أرضية؟ مو مهم، المهم ما يشوفونا فاتين لبيت عمك، لأنه إذا شافونا أكيد رح يخبر جدك. والله جدك ما حيتركني بحالي لحتى يذبحني. لا تخافي أختي، امشي معي. لوين؟ بنت خالتك شيماء. خالتي شيماء ما بدها إياني، وخالتي أم جمال تلائمت فيني كثير. معلش أختي، عندهم أمان لإلك، تحمليهم لبين ما يشوف عمك أنور، مو أحسن ما نضل بزقاق وحدا يشوفنا؟ طيب بلكي ونحن رايحين لهنيك طلع حدا من إخواتك وشافنا، وبلكي طلع جدك بذات نفسه. من هالناحية لا تاكلي هم، أنا وعم دق الباب خبيكي بالخرابة، منيح هيك؟ والله صايرة حياتنا مثل الحرامية، كل شوي بنتخبى بقرنة. أخي سامحني، ما قصدي، عم بحكي من قهري والله. ولا يهمك أختي ولا يهمك، امشي قدامي امشي. لا تتأخر علي يا أمو. ماشي يا أمو ماشي. يلا الله معك. الله يسلمك. تعال. وقفي هون. فوتي جوا، فوتي تخبي، لا اطلعي لحتى انشف، تفهمي؟ ملاك الخالة شمال ناطرتنا، يلا يلا. ارخي عن وشك. تعال تعالي تعالي بسرعة. فوتي فوتي هيك يا منظومة، هيك تقبريني؟ تعي تعي تعي. وليه هيك بتعملي فيني؟ لك نسيتيني أنا مربيتك؟ لك أنا ياما حاملتك على إيدي ومطعميتك وملاعبتك، وبزماناتك عملتيها علي. بتقومي هيك بتزعلي مني وبتحملي حالك وبتروحي. والله أنا ما زعلت. أنا خلص خلص تقولي ما تحكي، المهم اجيتي بخير وسلامة. يي نسيت مروان، روحي روحي روحي. مشان الله ما تواخذني، والله التهجت بجيتها ونسيت انك واقف هون. ولا يهمك خالتي ولا يهمك، اصلا انت كنت تحبيها اكثر مني من لما كنا صغار. بدك شيء مني انا هلا؟ رايح لعند عمي انور. تعال هون، شبك مهموم؟ اي والله يا خالتي مهموم. والله همك طاحن عظمك، لا تحط بقلبك خالتي، اسمك رايح لعند عمك انور، هلا فش قلبك بترتاح ان شاء الله. ادعي لنا خالتي. ميسر ان شاء الله. فطومتي ليش داير تديري ظهري؟ يعني إذا درت لك وشي بتغير شي؟ فطومتي ليش زعلانة مني؟ لا تقلي فطومتي وأنا مو زعلانة، ها؟ أنا قرفانة، مقهورة، مكسور خاطري منك لأني اشتهيتك ولو مرة واحدة بس بعد كل شي صار وعم بيصير، إنك تعمل شي مثل ما عم يعملوا إخواتك، ولك تحرك تحرك، تبلعط بين إيدين جدك، اعمل أي شي حسسني إنك موجود، ولك حتى لو ما جبت نتيجة على القليلة بتكون جربت. جرب جرب يا أخي جرب، والله ما راح يصير لك شي، جرب. مجدي أنا اسمي مرة، يعني انتهي، حرمة يعني حرامة، ولحتى أحس بكل هدول لازم أكون عايشة مع رجال، وما أحس حالي إني أرجل من الزلمة اللي عايشة معه. عرفت شو بدي هلا؟ بدي رجال 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 رجال. معي رجال، صح معك حق الرجال. شو ذنبك انه عايشة مع واحد ماله رجال وفوق كل هذا الشخاص من الرجال؟ بدك رجال؟ ليش مو رجال؟ بدنا رجال، لازم نصير رجال، لازم أركض لحالي، لازم إذا شخيت لازم أشطب. أنا زلمة، أنا متزوجك بس بنزل حالي، يا ريتني ما تجوزت. لا 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 لا، ما قصدت والله ما قصدت. انا اصلا هي نحن والله العظيم اذا ما بقي ولا حلمه بهالدنيا غيرك بتجوزك انت بس. والله لو اجوا كل نسوان العالم كلها بتجوزك انت بس. شكلنا خسرنا جدي، وانت وملك سبب اذانا. بالعكس، انتو كسبتوا حالكم هالمرة، ما حسنتوا تقولوا له لا بوشه، بس المرات الجاية رح تقولوا له لا وبصوت عالي كمان. فكرك بهالبساطة جدي رح يتنازل؟ لا يا خانم، الثمن رح يكون غالي، وانا هذا اللي عشت عمري عم اهرب منه. بطل تخاف منه ولا عاد تسايره الا بيلي مقتنع فيه انت، وشوف كيف رح تكون مرتاح وحتحب حالك حتى لو متنا من جوعنا. يعني بدك تقنعيني انك ما غلطتي بقصة ملاك؟ لا، وساعدتيها وشجعتيها كمان. بدي اعيش كل عمري مذلولة؟ لاني ما عاد اسق فيكي بوران، ما عاد اسق فيكي ونزلتي من عيني كثير. طلقني خرسي وليه؟ رايح تاخذ اذنه لجدك؟ إذا كان بيسمح لك تطلقني ولا لا؟ أنتِ طالق! بوران؟ هلا مام. بوران غلطت، واللي بده يغلط بهذا البيت بده يتحاسب. بس يا تيسير انزلي قدامي، أنا بدك انزلي قدامي. يلا ابن عمي، عملت لك كعسة زفورات، خذ اشرب بركي بتروق شوي. اخ يا عم تيسير، اذا بشرب حقلة زهورات ما رح روق ولا رح يهدى لي بال لحتى اعرف شو صار بهالبنت وين عم تنام. لك المصيبة حتى اخواتها ما عم يجيبوا سيرتها قدامي. ومروان وينه مروان؟ كمان مختفي. لك آخ ارحموني، حدا يجيب لي خبر عن ملك. لك حتى لو كان خبر موته أنا موافق. بعيد الشر، صدقيني يا أمتى يصير خبر موته أرحم من نومتها برات البيت. ملك كسرت خاطر. عبد الحمد شو دخيلك يا مرت عمي؟ مرت عمي الحقيني يا مرت عمي، مرت عمي. شبكي حياة؟ كرمال الله تلحقيني يا مرت عمي. بوران، بوران ضابة بأجتها ورايحة. ليه؟ شو في؟ لوين رايحة؟ سلفي، سلفي مأمون الله يصلحه رمى عليها اليمين وهي آخذة الأولاد وطالعة من البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله. ساعدي عمك، ساعدي عمك. يلا أعطيني إيدك عمي. لك يا ربي ليش هالبيت رحين هد فوق روسنا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. شو هالحكي؟ هيك؟ رمى اليمين بوش هيك؟ اي مرت عمي. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يهديك يا مأمون، الله يهديك يا مأمون. يلا يا عمو. شو يلا يا عمو؟ وين رايحة؟ وين بدي روح مرت عمي؟ بدي ارجع لبيت أهلي. يا بنتي عمي تقضي عدتك هون ببيتك، عسى الله يصلح بيناتكم لبين ما تخلص العدة. هذا الحكي المزبوط. خولة البسي أواعيكي ووصلي هالمغضوبة لبيت أهلها. بوران خليكي محلك. عم تكسر كلمتي وياك يا بي. أنا حامل جبال الدنيا كلها على كتافي مشان ما أكسر كلمتك، بس اللي عم تطلبه بخالف الشرع. المرأة تقضي عدتها ببيت جوزها، هيك بيقول ديننا وشرعنا يا بي، وبهي القصة أنا ما فيني سايرك. يلا بنتي اخذي الشيطان، وبس يجي مأمون بينام بغرفة ملاك، أنت اطلعي نامي بغرفتك. يلا عمي بوران لا تفكري فيها كثير، مو كرمالك، كرمال اولادك. يلا على اوضتك، الله يرضى عليكي. اطلعي روحي تيتي، روحي. تعي يا عمو. سرية. امرك سيدي. ساوي لي فنجان قهوة. من عيوني سيدي. يا كلاب. ولي سوريا لك انت السبب بكل شيء عم بيصير مع بوران. ما كان فيك تسكتي وما تفضحيها؟ لك ردي، ليش خرستي؟ ردي انت بالذات بتخرسي وبتسدي لبوزك. اللي عم تقولي له ليه؟ لا يا حياة اطلع لبرا وافتح هيك، انه شايفين هي الشيخة ام المسبحة عم تعمل سحور لجوزها، مو مشان شي، مشان يحبها. حرام اختي شو بيعملوا فيكي؟ ما بيطلقك وبيكبك مثل الكلبه برا؟ جاوبي لشوفوا ليه. شكيتك لله يا سوريا، شكيتك لواحد احد. لسه استني. وين رايحه؟ لسه ما قلت لك انه جوزك تيسير افندي حاببني وطابس فيني لقرايه اذاني؟ لك ايه فوق منا كمان طلب يتجوزنا، بس أنا كرمال عيونك الحلوين هدول صديته وشكيتك لله أنت وياه. حمد يا الله اللي ما شكيته لخطيبي جده أبو نذير. بس عبس بده يتجوزني، وأنا مشان ما أخرب بيتك ما شكيته لجده. بقى روحي ضبي جوزك مشانك ومشان ولادك، لأنه شكاندر جدك أبو نذير حيصير فيكم مثل ما صار بأنوار. ومن اليوم ورايح وليه تتعاملي معي إني ست هذا البيت والخانم تبعه، لبين ما صير الخانم بحقه حقيقي. فهمتي روحة؟ هلا نلعي لبرا لشوف ليه. لبرا والله لسه ما شفتوا شيء. كأنه مو عاجبك اني رجعت بوران على اوضتها وما خليتها تروح. بالعكس، بس انت ما حكيت كلمة حق نذير. اوف، ليش بقى؟ الدين ما له تفصيل على مقاسك ومقاس أبوك. يعني مو نتمسك باللي بدنا إياه، بنترك اللي ما بدنا إياه، مو نوقف بوش أبونا كرمال بوران ما تطلع من البيت، وما نوقف بوشه كرمال بنتنا ما تنقتل. ليش أنا طلع بإيدي وقف بوشه وقصرت؟ بس أبي ما ترك لي فرصة. الله يهدك يا أبو نذير، الله لا يسامحك. الله يهدك يا أبو نذير، الله لا يسامحك. الله يهدك، الله يهدك، الله يهدك. فوتي سوريا. تفضل سيدي. شو بكي؟ كأنك مو على بعضك. شو شباني؟ يعني قلت لي بدي اتجوزك ونسيت القصة ولا عاد حكيت فيها ولا كأنها كانت. شو أنا ما بحس؟ ما عندي هيك من صمصوم قلبي شي يتضايق؟ متضايقة كتير. أكذب عليك؟ إيه متضايقة. حقك حقك، بس بتعرفي ظروف هالبيت. يو ظروف هالبيت، ظروف هالبيت ما بتخلص وحكاياته ما بتخلص. إذا بدي استناك لحتى تروق بقضي عمري كله وأنا عم استنى وما بنتجوز. خلص بس تخلص قصة ملاك بنتجوز. نخلص من قصة ملاك؟ قصص هالبيت ما بتخلص وحكاياته. امتى بدك تروق؟ يعني كل يوم عندك مشاكل، يعني مالك حاسس على حالك انك انت عم تعطيلهم شوي؟ الكل عم يتمادى عليك. يعني ابو تيسير رجع بوران وكسر كلمتك، وتيسير عم يسايرك مسايره، ومأمون مو عاجبه كلامك. هي فورة وبعرف امتى اطفيها. ولا عندك شك؟ أعوذ بالله، شك؟ أنت سيد الرجال وتاج راسي وحبيبي، بس أنا والله ما عم يهون علي فيك. سوريا، عيون سوريا وقلب سوريا. هلا أنت عم تقولي هيك لأنه بتحبيني إلي ولا لأنه بتكرهيهم؟ بكرههم. ليش أنا بعرف أكره؟ أنا عم بحكيك لأني بحبك وماني مصدقة إمتى تصير مرتك وحلالك وشريكة عمرك. إمتى بده يصير الحكي؟ خلاص بكرة بنكتب الكتاب، وأنا عندي بيت بالحالة الفوقانية بسكنك فيه وبصير بشق عليكي كل يوم. ليش لحتى ما نتجوز هون؟ ما فهمت. لك شلون بدنا نتجوز هون ونحن بدنا نتجوز بالسر؟ اصلا ما حدا رح يدرى بجوازتنا غير ناجي وتيسير لانه بدهم يشهدوا على كتب الكتاب. بالسر؟ بدنا نتجوز بالسر؟ انت ما قلت لي هيك؟ الله يسامحك. فكرتك رح تقلي بطلت. ما عاد بدي اتجوزك. ما بحبك يا سوريا. بس انك تسرق فرحتي وتقلي بدنا نتجوز بالسر. الله يسامحك. والله حرقت لي قلبي والله. لك ليش هيك كبرتي القصة؟ الله وكيلك مو هذا قصدي. بلا أنا بعرف ليش هيك كنت عم تقول وليش بدك تتجوزني بالسر. لأنك خايف ينقال اتجوز خدامته. حرقت لي صمصوم قلبي. لك أنا بحبك، ليش هيك عملت فيني؟ ليش؟ الله يسامحك. لك سرى والله مو هذا قصدي. الله يغضب عليك يا ملك. ربي ما عم تخليني اعرف. ركز واحكي. كسرنا بخاطر المخلوقه. الله يهدي بالي. انا طلبت من شيخ الحاره ابو رجب يخبر كباريه الحاره. كثير عال، معناتها انا رح اقول لجميله تعيرنا روب عرسها وبضيق لها يا لملك شلون ما كان. اهم شيء تطلع من بيتك وهي بالروب الابيض قدام كل الخلايق، وراح اضل معها للحنطور بدل امها. بنتي خصنص بين كل الخلايق، ما لازم يعرف ابو نذير انه الك دخله بهي القصه. يو انا ما بترك البنت لحالها. لك ما تاكلي هم، خلي حرمتي تطلع معه. المهم ابو جمال يتم مرتاح خالتي. يخلوا عظامك الهي. ايه يا ختيار؟ عم يختلع علي مشان انساه. معلش اختي، يلا اطلعي معها، والله بعيننا على ابو نذير. شوفوا كل ما بيكون في ناس كثير كل ما بيكون الاشاره اكبر، وهيك بتربطوا ايديه لابوك. ماشي؟ معناتها حذر شو؟ رح اقول لجمال يطلب من رفقاته يعملوا له عراضه مطنطنه غير شكل. انت معك مصاري؟ معي مصاري. من وين؟ وعزة الله معي. لك احكي من وين؟ دينت من نوري. يا سبعي انت. ابو النور؟ شو هي ابو النور؟ لك صار لك زمان ما قلتي لي اياها. اكيد بدك مني شغله وصحبي شوي. اي والله هي مصلحه. شلون بدنا نطمن قلب امها وابوها؟ والله لهلا ما كنت اعرف موقف ابو تيسير من كل شيء صار. ابو تيسير انا بعرف مخه منيح. بيكون هو وخوله هلا النار قايده فيهم. الله يعينهم. تبقى تقلي خالتي؟ لا تقلي لي ابو النور. اخ يا خالتي ام ناجي. ابي وابو عربي هلكونا بمشاكل، وهالشب والبنت راحوا بين الرجلين. وهلا شلون عربي؟ شو صار معه؟ فضل الله علينا انه ضل عايش. هلا شوي تاني ابوه رح يجيبه على البيت. بس يا حسرتي عاد يقدر يمشي. شل يعلى قلبي ان شاء الله. يعلى قلبي. وكل هاد صار معكم وابوكي ما سامحهم. ابي هلا عم بدور على ملك بده يذبحها. هذا ناجي. خالتي والله كنت قلت لك عادي، بس في ألف شغله براسي. معلش تقبريني. الله يعينك ويرحم اختك وامك. الله يخليكي خالتي. لا تجيبي سيره لناجي، لانه ناجي ما بيخبي شيء عن ابي. خلي الليله تمضى على خير ونكتب الكتاب وبعدين قولي اللي بدك اياه. لا بعدين ولا هلا. والله اذا ابوكي بيدرى الا ما يدعوسني تحت اجريه. بعدين الله يوفقك، لا تغلطي بكلمه هون او هون بتاذيني. ها من أنا وصغيرة بحسك بتخافي من أبي كتير، مع إنه ما له عليكي شيء. بخاف يخلصني ناجي، بعد ما ربيته وحبيته كتير. وهلا هلا ناجي رح يكسر الباب، يلا بخاطرك. يعني هربتي من الجواب. والله سرك مع ابي كبير، كبير كثير. خاطرك تركيني، خاطرك. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد سيدنا 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 العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله يا أبي. إنك صالح الأعمال. شلون هيك يا أبي بتصلي بدون ما تحطي على رأسك مثل ما بتحط أمك وأختك؟ يا أبي هي السلام لإلي. هي الصلاة عم صليها بدال أخي نصوح، عم صليته كمان. الله يرحم ربحه. بس رب العالمين يا أبي ما طلب منا إنه نصلي بدال حدا، واللي بيموت خلص بتروح عليه صلاته. بس يا أبي أنا خايفة أخي نصوح يكون مقصر بشي، لهيك أنا عم صلي عنه كل شي حتى ياخد حسناته ويفوت الجنة. لا تخافي يا أبي، لا تخافي، أخوك بالجنة بإذن الله. عن جد؟ إن شاء الله، لأنه أهل العلم بيقولوا إنه الولد لما بيموت بفوت على الجنة دغري، وبصير طير من طيور الجنة وشفيع لأهله يوم الدين. لهيك يا بيقومي الله يرضى عليك غيري أواعيكي وحضري حالك مشان نكسر الصفرة وتقريكي أختك. بس يا أبي أنا عم بشتاق له، وقت بلبس أواعي بحسه إنه هو جنبي. يا أبي لما بتشتاقي له قري له الفاتحة، قري له الفاتحة بترتاحي أنت وبيرتاح هو. حاضر يا أبي. الله يرضى عليك. قومي يا أبي قومي. حاضر. اعترف له، اعترف لو بدك تختلق هاي المقام، اعترف وريح حالك وريحني. سيدي أنا برأيي إنه هذا الزلمة ما راح يجاوبك لأنه فاقد الوعي. صح هو. بس يا سيدي قلبك باشي بده إياه عايش، ما بده إياه ميت. هذا متجوز؟ والله لسه ما قريت أطبارته. واحد مثله قد الجحش أكيد متجوز، يا عنده حرمة يا عمي يا خالي. صح صح ولا؟ صح صح. اللي طمني حرمتك حلوة. لك لشو بكبرت اخي؟ صلي على النبي. والله لو عرفان هيك ما كنت جيت، بس كل الحق على خالتي شيماء، هي اللي ورطتني وبعتتني لطمنكم. الله يديمكم انت وشيماء، الله يخلي لك بناتك، الله لا يديمكم يا حق. لك شو هالحكي هذا؟ واجب لك مرت اخي، واجب. يلا بس تمر هالقصة بخير وسلامة. بدي جيبهم لعندي وكسرهم تكسير، هي وعربي. شو عليه؟ القلب الحنون وإيد المحب ما بتأذي شو ما عملت يا سلفي. يلا أخي لازم تمشي قبل ما يجي أبوك ويشك بشي. وأنت قلتها بلا ما يجي وسمعنا شي كريه. يلا السلام عليكم. أنور ساعدني اخي. هات استغفر الله العظيم، ليش هيك عم تغلط؟ تستر على عرضي وعم ترد لي بنتي، بتقول لي ليش عم تغلط لك اخي؟ لا يا ابتسيلة، لك عرضك عرضي وبنتك بنتي، وانت كبير وتاج راسنا. والله ما بطلع منهم ولا بكمل اللي بديته. لا تمد ايدك، بوسه وحط على راسي. الله يرضى عليك يعني. يلا بخاطرك مرتخي. الله معك الله معك. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين أبو نصوح. يعطيكم العافية يا شعبي. الله يعافيك. بعد أمرك عاوزك كرمتي. مسيك بردها مثل العالم والناس. خير يا ابو نصور؟ وانت طول عمرك كبير نبيح الحاله وبتفهم بالاصول. شو في وراء الحكي؟ اعطيني من الاخر. عتبان عليك انا وكل اهل الحاره، عتبانين عليك. مشان شو؟ حلوه منك ما تشيل لنا لا قيمه ولا كرامه. لك حلوه منك ما تشيل قيمه لدم اولادنا اللي لسه ما نشف، ولا لدم المختار افاد الله يرحمه. ما عاد حليلك تعمل عرس بنت ابتا يصير الا بهالوقت بالذات. ما كان فيكم تعملوه هيك على الضيق وبلا هالزيطه والزنبليطه. معلش يا ابن نصوح، الضروره لها احكام. وبشو محكومي؟ مشان نعذركم بكره بتعرف بتعسرني.